الصحفي المتخصص بالشؤون المالية والاقتصادية حسام عبد النبي ينضم لنا. أستاذ حسام مساء الخير، أهلا بك معنا. بيتكوين تستمر بالنزول أو بالهبوط بعد الصعود المؤقت الذي كانت قد عاشته خلال 3 أسابيع الماضية، يعني من خلال مراقبتكم لهذه العملة، من خلال ربما التذبذبات التي عاشتها هذه العملة، كانت مرتفعة ارتفاعا عاليا جدا، بدأت بالنزول وتأرجحت كثيرا في الفترة الأخيرة، ما قراءتكم لهذه العملة وما يجري من خلالها؟ اعتقد ان اللي بيحصل في من حيث التذبذبات في اسعار العملات المشفره او البيتكوين تحديدا، ده امر طبيعي في ظل توالي التصريحات المتضاربه حول العمله نفسها. في الوقت اللي بتخرج فيه تصريحات بتاكد ان العمله دي مجرد فقاعه وان هي ستنتهي والى زوال وقد تعود الى الصفر مجددا، في بتخرج من الناحيه الاخرى تصريحات بتاكد ان المستقبل المشرق للعملات المشفره، واللي يمكن التصريحات دي كانت تسببت في ارتفاع البيتكوين خلال الايام القليله الماضيه قبل ان تهبط اليوم. كان من اهم التصريحات دي كان تصريحات لكريستين لاجارد رئيسه او مديره صندوق النقد الدولي خلال القمه العالميه للحكومات اللي عقدت في دبي، صرحت بان اخضاع العملات المشفره للتنظيم الحكومي امر ضروري ولا مفر منه، وان العمليه مجرد مساله وقت، وان الصندوق بدا بالفعل في دراسه الاجراءات. يمكن تصريح زي ده البعض كان اعتبره مؤشر على بدء قبول العملات المشفرة او ادخالها في تنظيم ما او اخضعها لنوع من الرقابة لضمان عدم استخدامها في تعاملات غير مشروعة. من ضمن العوامل اللي اثرت او بتؤدي لتذبذب السعر زي ما ذكرنا التصريحات. كان في الفتره اللي فاتت كانت كوريا الجنوبيه وبريطانيا اتخذت بعض القرارات لمحاربه العملات، فمثلا بريطانيا حظرت التعامل في القطاع العقاري لمن يملك العملات المشفره. لكن فقط نقطه، انه البيتكوين يعني لا يمكن ان تحافظ على اي قيمه، لا يمكن عن طريقها شراء اي شيء، يعني المعايير العملات يعني لا تتوفر في هذه العمله، هي عملة افتراضية بحتة، فما الفائدة منها؟ الفائدة منها ان هي جزء من تكنولوجيا البلوك تشين. تكنولوجيا البلوك تشين دي امر اساسي والعالم كله مقتنع باهميتها وان هي هتحدث تحول في الصناعة المالية في العالم، فالعملات المشفرة جزء ضروري او حافز لنجاح البلوك تشين، والبلوك تشين ليها فوائد مهمة جدا للصناعة المالية من حيث تقليل التكلفة، من حيث الاسراع بتنفيذ العمليات. فدايما الربط ما بين البلوك تشين والعملات المشفره هو اللي بيخلي في اقبال على العملات المشفره باعتبارها اداه لنمو او تطور صناعه تكنولوجيا البلوك تشين. نعم، طيب مستقبل العملات الافتراضيه، هل يمكن ان نشهد اي عملات اخرى يمكن ان تنجح؟ هناك بعض المؤشرات او بعض التقارير تحدثت عن البتروكوين، يعني المتعلقه بالبترول، يعني سنعرض تقرير عنها بعد قليل، لكن هل العملات كمستقبل، عملات افتراضيه، هل لها مستقبل ام لا؟ بالتاكيد لا يوجد خلاف على ان العملات المشفره لها مستقبل وهتصبح جزء من المنظومه الماليه العالميه في المستقبل، الخلاف حوالين شكل العمله او التنظيم. في الفترة الأخيرة حاولت بعض المؤسسات المالية أن هي تتغلب على مشاكل العملات المشفرة من حيث أن هي مش مضمونة بأصول محددة، أن هي بيتم ابتكارها عن طريق برمجيات معينة. فبعض المؤسسات المالية أو بعض الدول مؤخرا فنزويلا أعلنت عن إطلاق عملة خاصة بها مضمونة بالبترول. المحاولات كلها بتحاول أن هي تصدر عملات مشفرة مضمونة بأصول، فده توجه لا خلاف عليه، العملات المشفرة هي المستقبل وهي موجودة وهي جزء من النظام المالي العالمي، لكن الخلاف حوالين القبول والتنظيم وهل هي شكل العملة المشفرة هتبقى ايه؟ الاختلاف مش حوالين في عملات مشفرة ولا ما فيش عملات مشفرة، الخلاف حوالين شكل العملة المشفرة اللي ممكن العالم يقبل ليها، وقد يكون هناك عملات مشفرة ما بين دول بعينها، يعني الإمارات والسعودية أعلنوا عن ان هم بيدرسوا عمله مشفره للتعاملات ما بين البلدين، ففي الاف العملات المشفره موجوده في العالم، وكل يوم ستظهر المزيد من العملات المشفره، وكل يوم بتتغير ترتيب العملات المشفره، او يعني بتدخل عملات مشفره جديده للصوره مؤخرا، يعني مع حفاظ الثلاث عملات الرئيسيه على الحصه الاكبر من السوق اللي هي البيتكوين والايثيريوم والريبل، دول اكبر ثلاثه متداولين حاليا في الوقت الحالي، لكن في عملات اخرى بتدخل في المنافسة معهم في الوقت القادم. يعني شكرا لك صحفي المتخصص بالشؤون المالية والاقتصادية حسام عبد النبي، كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لك.